إذا تكلمنا عن الشروط المنطقية والشروط الإف إلس والسويتش، راح نيجي للتكرارات بالفيديوين هذا اللي بعده تبع الوايل لوب والفور لوب. الوايل لوب التكرارات شو يعني؟ اللوب التكرار بتنفذ قطع من الكود طول ما شرط معين محقق. التكرارات هي كويسة ليش؟ لأنه بتوفر الوقت، بتقلل الأخطاء، وأيضا بتخلي الكود قابل للقراءة بشكل أكبر. الوايل لوب بالسي شارب، الوايل لوب بتعمل تكرار لقطع من الكود طول ما شرط معين صحيح ترو. السينتاكس تبعها شو هو السينتاكس أو النحو؟ وايل كيورد وايل، بعدين كونديشن شرط بين قوسين، بعدين قطع من الكود بتتنفذ. بالمثال هذا خلينا نشوف، راح يمر على الشرط طول ما الشرط محقق، يعني اي اصغر من 5. لما صار اي يساوي 5 او اكبر من 5 بيطلع من الوايل لوب. لا تنسى تحط مقدار الزيادة الاي زائد زائد، لانه لو ما حطيته التكرار بالوايل لوب راح يظل يفتل 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 الى ما لا نهاية وما راح يوقف تكرار. كمان عندي دو وايل لوب، نفس الوايل لوب نفس المبدأ، وانما هو شو فرق جوهري؟ انه الوايل لوب اللوب هون راح تتنفذ مرة واحدة على الأقل قبل ما يبدأ يختبر الشرط، يعني دو نفذ لي كود معين وبعدين اختبر لي الشرط، هل الشرط صحيح بيرجع بيعمل لي تكرار، وهكذا. الشرط غلط بيمشي. إذا الفرق بين الدو وايل والوايل لوب إنه الدو وايل بتتنفذ مرة واحدة على الأقل، بينما الوايل لوب مش شرط. المثال عندي هاد كونسورات لان هاي، بيطبع لي الاي اول شيء بعدين بيختبر لي الشرط. لا تنسى تحط مقدار الزيادة، لانه لو ما حطيت مقدار الزيادة راح يظل يفتل بالدو وايل الى ما لا نهاية، ويظل يكرر نفسه بدون توقف. فلذلك دائما لازم تحط مقدار الزيادة داخل الشرط او داخل التكرار. إذن هاي كانت الوايل لوب، تكرارات الوايل لوب بالسي.